بيانات على تذكرة مسجون. بيانات على تذكرة مسجون. الاسم صادق، التهمة مصر. هي فعلا تهمة بقت عربي دلوقتي. الاسم صابر، تهمة عربي. السن اجهل اهل عرب، رغم انسدال الشيب ضفاير ضفاير من شوشتي لما التحت خطر. البشرة قمحي، الأد رمحي، الشعر أخشن من الجريد، لون العيون أسود رطيب، الأنف نافر كالحصان، الفم ثابت في المكان، ولما جيت أزحزحه عن مطرحه كان اللي كان. المهنة وارث عن جدودي والزمان، صنع الحضارة والنضارة والأمان. جهة الميلاد في أي أوضة مظلمة تحت السماء على أرض مصر، من أي دار وسط النخيل مطرح ما يجري النيل مدام ما يكونش قطر. الحكم حكم من 7000 سنة وأنا رائد سجين، أطحن على الضراس الحجر من الضجر وبات حزين. الإفراج سألني سائل، حبستك طالب وليه؟ لأني طيب وابن نكتة وابن إيه؟ مفيش مخالفة ركبتها ضد القانون، لأني خايف والقانون سيفه في إيدي. تسأل علي المخبرين في أي حين، تسمع وتفهم قصتي ألف وبيه. الاسم صابر عالبلا أيوب حمار، شيل الحمول من اسمتي والانتظار، أغرق في أنهار العرق طول النهار، ولم همي في المسا واركض عليه. عرفت ليه؟